رضي الله عنه شرى بالرمك يعني إيه قبل قليل أو ركّع أيوة أسلم لأنه ظمي الصحابة وظمي الناس أتى فيهم قلة في بعض الآبار وبالرمى رجل من اليهود ما هو عذب زلال مغداك وغزير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بالرمى وله الجنة؟ شوف الثمن. قال أنا عثمان أنا يا رسول الله ذات أتى بالذهب وسلمه واشتراه من اليهودي. قال دلوي مع دلكم وقف ما له دخل ما هي ملك. وأخذوا يشربون ماء بارد وسكى الله من عفان من سلسبيل الجنة. عثمان قام صلى الله عليه وسلم على المنبر ما كان نفقت جيش تبوك. جيش تبوك يقارب 30,000 وفي صحراء وفي شدة جيش العسرة يحتاج مؤونة مجبونة. قال من يجهز جيش تبوك وله الجنة؟ يعني جت تبرعات ما تغطي شيء. فقال عثمان قال يا رسول الله تضمن لي الجنة؟ قال نعم. قال علي بجماله وأحلاسه وأكتابه عنده ترى ترون. فجهز الجيش كله قصص اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبي وما تأخر. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. دكتور شوف الطلب تضمن لي الجنة شوف الأمل والطموح الأمل أيوة. قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. تدري أن وقف عثمان موجود الآن مسجل في البنك الآن في المدينة باسم وقف عثمان بن عفان الوحيد موجود في البنك اسمه كذا عنده رضي الله عن الرصيد وعنده وقف إلى الآن رضي الله وآثاره موجودة. عثمان شخصية عجيبة فهو أروح اللقب ذي النورين مدخل من مداخل جميل لماذا سمي ذي النورين؟ لماذا طيب؟ تزوج ابنتين للنبي صلى الله عليه وسلم تزوج الأولى إما أم كلثوم أو رقية فماتت فزوجها صلى الله عليه وسلم الثانية شرف ولذلك كان عزيزا. تدري أن بيعة الرضوان كلها أقيمت بسبب عثمان؟ كيف يا دكتور؟ البيعة تحت الشجرة نعم. يوم قال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ثابوا فتحا كريما. تعرف أن بطل القصة عثمان بن عفان كان هو قائد الدبلوماسية فيها؟ نعم هو السفير أي. أتى صلى الله عليه وسلم دعا عمر رضي الله عنه قال اذهب إلى وهذا قال عمر يا رسول الله تعرف أني من أعدى الناس لقريش وهم أيضا يأكلون عمر غير مناسب والله ما أجد مثل عثمان يشير فإنه ما في بيت إلا له جميل لأنه كريم عثمان ويعطي وعنده مال وهدايا ورجل مسالم ورجل دبلوماسي يعني سفير فأرسله صلى الله عليه وسلم ذهب شوف وإذا ما شاء الله عاد مستسنن ثيابه وسواكه قالوا تطوف بالبيت قال حتى يطوف صاحبي صلى الله عليه وسلم قالوا طيب حبسوه إلى غدا بيتشاورون في المصالحة يعني تأخر جاءت شائعة قالوا قتل عثمان. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي جاء الوحي جاء الخبر قال تحت الشجرة طلب البيع على الموت كله في البراء وقال غيره أتوا يبايعون قال فلما انت قال اللهم هذه عن عثمان وهو سفير بايع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع عن الناس قال عن هذه عن عثمان فلما انتهى نزل جبريل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا كريما. أخي عبد الرحمن المشاهد ليتني يدري ما شعور الصحابة وما يسمعون لقد رضي الله عن المؤمنين هم أنفسهم تحت الشجر ويشعرون بهذا والله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين يا شجرة السلم كوني بايعي معهم هزي غصونك بالرضوان فاستلمي لقد رضي الله عن المؤمنين يتبعونك بعد الشجر تحت الشجر رضي عنهم خلاص ما عليكم غضب روحوا خذوا راحتكم رضي الله عليكم لأنه موقف صعب بايعوا على الموت واقتحام مكة من أجل عثمان ابن عفان وبعدين بنت الشاعر بشرك جاء سالم ووفد يا الله رضي الله عنه وارضاه جميل تولى الخلافة بإجماع كأنه النبي جمعهم تحت الشجرة أنه إذا كانت الإشاعة صدق أنه عثمان قتل فنحن نتبايع الآن على القتال والذهاب إلى مكة الموت واقتحام مكة ما عاد في حياة لأنه خلاص سفير قتل سفير قتل سفير وخيانة وبدء وقطع يعني مزقت المعاهدة مزقت ما عاد فيه نعم. دكتور الحديث عن عثمان والبشارة بالجنة كيف بشر بالجنة؟ هل لها قصة ولا كان من ضمن نعم. عشرة؟ أولا في أحاديث صحيحة مثل قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة سعد في الجنة العشرة منها كان صلى الله عليه وسلم في الصحيحين دخل إلى بير فقدوا الصحابة فأتوا قال أبو موسى كنت موجودا التمستني بموسى الأشعري فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد دل قدميه بأبيهم صلى الله عليه وسلم في البير قال كنت بوابا لك يا رسول الله يعني بواب فأتى أبو بكر سبحان الله شفت تجين الثلاثة دائما في الغالب وعليم بعدهم قال أبو بكر في الباب قال أذله وبشره بالجنة فدخل قال وخلع حذاه وأدل رجليه مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يمينه قال يصول أبو عمر في الجنة في الباب قال أذله وبشره بالجنة دخل عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم وأدل رجليه عثمان قال عثمان بالباب
قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. يا إلهي. قال عثمان الله المستعان. اسمع اسمع. قال عثمان بيدخل الله المستعان الله المستعان. قال فأتى في ذو محجوز القف البير لأنك تعرف البير، فأتى من الجهة الثانية وقابلهم دل رجليه. قال سعيد مسيب أولتها قبورهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن مع أبو بكر عمر في غرفة عائشة، وأما عثمان دفن في البقيع رضي الله عنه.